احبتي المشاهدين واعزائي المشاهدين اهلا وسهلا ومرحبا في برنامجكم وتحطمت القيود. سنواصل في هذه الحلقه ما انقطع من حديثنا في الحلقه الماضيه عن الشاب الغني. يسعدنا ايضا ان ارحب بضيفي الكريم القس ياسر كوكو اهلا وسهلا ومرحبا بك. اهلا وسهلا. في الحلقه الماضيه خلينا الشاب الغني ذهب حزينا. أنا المسيح قال لي وامشي وبيع كل أموالك وزعوا للمساكين والفقراء. ولو كان الـ الـ الشاب ده أطاع كلام بتاعة المسيح ومشي فعلا باع كل ما له ووزعوا للمساكين والفقراء، المسيح نفسه كان بيتحول غنى بالنسبة له. زي ما قال الرسول بولس في رسالة فيليبي بيقول كده ولكن ما كان لي ربحا فهذا قد حسبته من اجل المسيح خساره بل اني احسب كل شيء ايضا خساره من اجل فضل معرفه المسيح يسوع ربي الذي من اجله خسرت كل شيء كل الاشياء وانا احسبها نفاية لكي اربح المسيح يعني لو كان الشاب ده عطاء كلام كلام المسيح كان ردد نفس التسبيحه اللي ردد الرسول بولس لاهل فيليب نعم المشكله انه زي ما انا قلت في الحلقه السابقة استعداد بتدشاب الشاب الغني لطاعه كلمات يسوع يسوع حدد نقاط واضحه للشاب ده اسحب يعوزك شيء واحد اسحب بيه مالك وزله فقرات وتعال حامل صليبك واتبعني. ده كان امتحان صعب. فالرجل شاف انه المساله ده ما في المغدور عشان ينفذه فقرر انه يكمل يعني يكمل يطلع زعلان من من يسوع. وانا انا قاعد انا انا قاعد كده انه الحقيقة هو يمكن يكون من الناس الوحيدين طلع أمام يسوع بدون ما ياخذ حاجة حاجة كل الناس جوا قدام يسوع أخذوا شيء لكن الرجل ده هو عنده الغنى وعنده مم. الحاجات بتاعه مم. وأمله مم. وإرادته في غناه طلع من قدام يسوع وده, وده حاجة غريب وده غريب جدا وده ممكن ده الكلام اللي اللي قاله يسوع لأنه الكلام ده قاسي كمان اللي قاله يسوع يعني ممكن الجمل يمر في ثقب ابره ولكن صعب انه لزول غني ان يدخل الملكوت يعني ما المقصود؟ هل هي الاستحاله بعد انه ذهب عنه هذا الشاب الغني حزينا هل ده صيغه مبالغه واستحاله دخول الغني الى ماذا يقصد السيد المسيح؟ الحقيقه في الجمله اللي قالوا بعد ما الرجل ده طلع حزين ورسل كذا رسائل ل ما خلاص الرجل الغني ده مشى مم. لكن كان الموجودين حول يسوع ليس التلاميذ والمستمعين يس. اللي كانوا موجودين في اوكي ذاك بيقول فنظر يسوع حوله وقال لتلاميذه ما عسر الدخول زوال الاموال مم. الى ملكوت الله نعم حصل حير للتلاميذ فتحير التلاميذ من كلامه لما قال صعوبه مش صعوبة بس استهالة مم. يعني مش مش بس حتة يعني الصعوبة لكن عايز أقول استهالة دخول من بنى رجاؤنا للأموال لملكوت الله فالأمر ده خلى التلاميذ يتحيروا لأن التلاميذ برضه دي يقول لنا إنه كان عندهم فاهم إنه الشخص اللي هيكون غني واللي حيتبارك وده ده شخص يعني شخص آه. صالح ولما تكون كويس وصالح مع أنا المفروض تكون بتعيش الغنى وكده وعلى فكره الموضوع ده في ايامنا ده شغال بطريقه جماعة نعم يعني هتفك في عيشنا يعني خصوصا في فكره إنجيله الرخاء ان المؤمن اللي اختبر الراب مفروض يكون غني مفروض يقفى من كل مرض مفروض يكون عايش صحي فكونك تعيش فقير بمعنى في لعنة في في, في شيء تعليم غلط واعتقد انه جزء من فكرة ده كان موجود في الرسالة بتاع التلاميذ والا ما كان يتحيروا الكتاب المقدس بيقول فتحير التلاميذ من كلامه فاجاب يسوع ايضا وقال لهم يا بني ما اثر دخول المتكلين مم. على الاموال الى ملكوت الله بعد الحيره يسوع اضاف حيره زياده يعني شدد الامر اكثر شدد الامر اكثر وغير اللغه هنا اللغه هنا للتلاميذ اقوى من اللغه اللي تخاطبوا الشاب الغني الشاب الغني يسوع شدد هنا اكثر حاول يقول انه الناس المتكلين الاموال في صعوبه في استهاله انه يدخلوا في ملكوت الله عشان كده جاء مثل بتاعت مرور الجمل في تصميمه <applause> طبعا الموضوع ده برضه فيه كلام كتير <applause> طيب انا انا دايما يعني يعني برجع تانية بفكر في الموضوع بتاع انه اوكي الشعب ما جاب للعرض بتاع يسوع وسبب اللي بخلوه يمشي تاني حزين شنو؟ ما في اي سبب لانه ما طلع بحاجه لانه هو جاي متوقع يعني كل اللي قدمه يعني الراجل سجد ليسوع اللي قدمه المفروض يكون يعني فيه تغدير شوي نعم. إن نادي يسوع بلغب كويس جدا باحترام ايوه المعلم الصالح يعني بعد السجود ومدح وفاكر انه ممكن ده كده يساعد في هاي، نعم. فكل العمل وما ما خلاه ما طلع بحاجه <applause> ما طلع بحاجه الشاب الغني وقصته ومرور الجمل في ثقب ابره قدم حيره للتلاميذ انه طيب منو هل بيقدر تاني زول عنده مال يدخل ملكوت وده سؤال مردد وده سؤال لكل واحد حاسه هل الناس اللي عندهم اموال فعلا بيقدر يدخل ملكوت الناس اللي عندهم اموال م. نعم انا اقول لك هيقدر يدخل ملكوت لا م. اذا كان المال ده لخدمتهم م. مش هم خدام للمال نعم يعني يعني اذا هم استخدموا المال ده وهم اللي ماسكين المال ده في هم الدنيا. اسياد للمال اسياد للمال وليس العكس وليس العكس نعم م. جسيس يعني القصه ده بيعلمنا امور كثيره انه انه المال ده مهم صحيح ولكن المال ده ما بس انه يكون سيد سيد علينا الشاب الغني الدرس اللي احنا بنتعلمه في كنايسنا اليوم شنو هي؟ لكن قبل ما نعسم منك الإجابة بكسيس خلينا نحن أعزائي المشاهدين نتوقف مع فاصل إعلان قصير ثم نعود ونتابع هذا الحوار خليكم قريب ما بعيد. <applause> اعزائي المشاهدين اهلا وسهلا ومرحبا بكم مره ثانيه في وتحطمت القيود. ال الواقع اللي احنا ممكن نطبقه، هل في قصه بتاعت الشاب الغني المسيح عايز يعلمنا انه نحن هو عايزنا نسلم كل ما عندنا بشكل كامل. شنو المقصود؟ شنو الشيء الدروس؟ الدروس هي دروس كثيره اللي احنا مم. ممكن نتعلمها من من القصه دي ااا اه اني عايز يعلمنا نقطه الاولى انه حفظا للناموس وحده مم. لا يمكن ان يكون بيقدم لنا الحياه الابديه. نعم. لا لان الناموس أي ان تقدم حل للانسان. اثنين الامر ده بيعلمنا نقطه مهمه جدا انه ما عمل احنا بنجمبه عشان يقدر يضمن لنا دخول لملكوت الله لان العمل ده اتمم يسوع المسيح في الصليب نعم احنا يعني محتاجين فقط نؤمن نصدق نقبل العمل العمل يسوع من اجلنا في الصليب النقطة الثالثة عايز يقول انه عايز يعلمنا حتة مهمة جدا ونتعلم من الدرس ده انه لما بنيجي ليسوع نسلم حياتنا ليسوع محتاجين نسلم كل ما نملك لان هي ملك ليسوع امين ان نخلي ده يكون تحت التصرف يسوع للاسف انه سعد بنعمل كده بنسلم بعض الحاجات نقول ده طبعا انت يا منه لكن الحاجات الثانيه ده, ده حاجة أنا خلينا نتصرف فيه بطريقه ده حق خاص. خاص هي دي مشكله دي مشكله لكن ده عايز يعلمنا حاجه مهم جدا انه محتاجين لما نجي يسوع نسلم كل ما نملك نسلم حياتنا بجملتنا ونبقى تحت التصرف يسوع والاقوى من ذلك كلنا استعداد لطاعه المسيح نعم لانه عدم الطاعه مشكله كبيره نعم يعني ضد الروس اللي, اللي يقدموا المسيح ولما يتكلم انه في استحاله صحيح في استحاله انه نحن نقدم حتى اموالنا ليسوع المسيح. المسيح داير تسليم كامل يعني مش نسلمه اجزاء ونخلي اجزاء. التسليم الكامل عشان كده الرسول بولس يتكلم يتكلم انه انه محبه المال اصل لكل شرور. اذا ابتغاه قوم ضلوا عن الايمان وطعنوا انفسهم بأعوجين كثيره. المال ده ربنا بيدينا ليه احيانا. احنا ممكن نقول فعلا ده بركه من ربنا، احنا بنقول ده ما بركه من ربنا. ده بركه من ربنا ولكن البركه ده مرهون ومربوط بكيفيه التصرف فيه. المال ده امانه. مم. نعم. حتى حياتك جسدك مم. امانه. انت مطالب تحافظ عليه وتتعامل كامانه لأنه حتقدم عنه حساب. نعم. حتى الوقت الوقت اللي احنا بن... وقتنا اللي احنا بنعيشه في الحياه مم. هي امانه. هنقدم عنه حساب يوم من الايام. نعم. ايه اللي احنا استثمرنا بالوقت ده؟ ايه اللي احنا استفدنا فيه بالوقت ده؟ مم. فكل كل اللي ربنا ادانا له احنا وكلاء فيه. فاحنا وكلاء لكل ما ربنا بيدينا له إننا نستخدم استخدام صحيح. والا يعني انها لما ما نستخدم كل الشيء اللي بيدينا له ربنا استخدام سليم احنا بنكون معنا احنا بنعصي اوامر بتعرف. بكل تأكيد نعم بكل تأكيد قصة الشاب الغني ما بس كده بالصدفة انه الوحي يكتب لنا هذه القصة كتبت في وقت داك في زمنه في 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 حالة بتاعته التاريخية والجغرافية المعينة تبدلت الأحوال وتغيرت الأحوال نحن عايشين اليوم في عصر كل شيء متاح كل شيء ممكن يكون متاح ربما الشاب كان كمان مثقف من عائله غنيه محترمه ورث هذه الامور ولكن الوقت الحالي كل شخص داير يبني نفسه بنفسه إذا كان في ناس اختاروا أنه يقدم حياتهم يسلم حياتهم يبنى حياتهم على أنه يخدم الرب في ناس كثيرين عندهم هذه الرغبة ولكن في أمور كثيرة مختلطة بهم ربما متمسكين بغناهم، ربما متمسكين ب بتعليمهم، انه انا يا اخي متعلم مثقف، يعني لا يمكن انه انا اكون، ونحن بنسمع اليوم انه يا جماعه كلكم انتم دايرين تكونوا في الكنيسه، لما في في مجالات ثانيه، في امور كثيره نحن شنو هي الرساله اللي احنا بنقدمه للشباب اليوم؟ للشباب الغني؟ الحقيقه دروس كثيره ممكن نقدر نستفيد منه والكنيسه اليوم تستفيد منه. م. آه زي ما انا قلت يعني في الحلقه السابقه القصه ده سيف ذو حدين. آه و ولو احنا ما فهمناه صح ما فهمنا صح لانه في ناس افتكروا انه لما تكون مؤمن وانت اختبرت الرب يسوع المفروض تكون شخص غني مفروض ما تكون مريض. مم. وطبعا ده فكر مرفوض خالص جمله, جملة تفصيل ده ما كلام كتابي مم. في ناس شافوا لانه الناس اللي بيجوا الكنيسه اللي بيدخلوا الكنيسه ده ناس فقراء وده ناس غلابه ما عندهم حاجه نعم وده برضه ده فكره غلط ده فكره ما صحيحة نعم اللي احنا حنتعلمه من ال, من القصه ال, 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 بتاعت ال, الشاب الغني زي ما انا ذكرت قبل قليل ما في حاجه حنعمله عشان يضيف العمل العمل الرب يسوع فقط محتاجين نقبل عمل الرب يسوع يعني نحن ما نعطل لا من يكون في دعوة يسوع يعوزك شيء واحد أيها الشاب يعوزك شيء واحد أيها الشاب أنه هل مطلوب منا أنه نحن نقول ها أنا يا رب إحنا جاهز أنا بكمل اللي أنت عايزه شنو هي النقصان اللي موجود فيني وفي حياتي وانت عايز تكمل هل هذا الاستسلام هو الطريق اللي بيخلينا انه نحن نقدم كل ذواتنا للرب الحقيقه الاراده امم يعني دي بتوقف في اراده الانسان وتجاوبه ما دعوة الله مم. يعني نداء بتدربنا مستمر حتى لو كنت بتعصي جلس ربنا بتاع النداء ده مستمر نعم ف الانسان متوقف على ارادته انه يتجاوب أم لا لكن الله محبته تجاهنا ثابته الى الابد حتى الشاب الغني ده يسو كان بحبه بحبه الى المنتهى لكن هو الغرر بارادته هو أن انه يعتفز بالعنده 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 وال و... وال وال والشيء المحزن انه هو مشى حزينا ما لانه يعتفز بالعنده لانه العالم والمال ابدا ما بيدينا الفرح ما بيدينا السلام مجرد ما نحن بنحتفظ بما عندنا ونتكل على الشيء اللي عندنا احنا طول عمرنا نحن بنضل حزينين بنكون حزينين بالضبط امين بالضبط اعزائي المشاهدين حلقتنا انتهت تابعونا وفي حلقات اخرى انا استودعكم نعمه القدير ربي يكون معكم